نعزي أنفسنا ونعزي فيه المعاني الوطنية الجميلة التي جمعت في هذا الرجل الذي أحبه كل من اقترب منه واحترمه كل من لم يحظى بفرصة الاقتراب. نحيي في هذا الرجل سلوك المسلم الذي يحب الجميع، الذي لا يصدر الأحكام على أحد، والذي يكتفي بالظاهر ويترك ما لله لله وما لعباد الله لعباده. وإن شاء الله ربنا يصبرنا جميعا ويكون لنا منه معه قدوة حسنة إن شاء الله. صف الصور وتيجي خلاص.